أما الناس لا والعياذ بالله ربنا تكلموا عن الرحمة وعن العذاب. طب أكلمك عن إيه إن شاء الله سبحانه؟ لا إله إلا الله. أجيبه يمين ما متحرك، أجيبه شمال لا حول ولا قوة إلا بالله. فسبحان الله العظيم، الرجل يعني في نيويورك، امرأة عجوز تجلس خلف شباك في الطابق الأول، تجد رجل مسلم معه زوجته مسلمة محجبة، لها مكتب تعمل فيه في نفس البناية. ينزل السائق اللي هو الرجل صاحب السيارة من السيارة ويلف الناحية الثانية ويفتح الباب لزوجته. قالت يمكن أول يوم يعني متزوجة جديد، يعني من باب الإيه اللي تكيز زي ما أنت عملت أول يومين مع زوجتك كده يعني سبحان الله، وبعدين هي مين دي؟ المهم يعني سبحان الله. فتاني يوم ثالث يوم أسبوع اثنين ثلاثة الله، تعجبت الأمريكية. فبعد شهر توكأت على عكازها وراحت انتظرت الرجل نزل من عند الباب وفتح باب السيارة ودلفت زوجته إلى داخل البناية للمكتب. فقلت له أنا أحييك كمسلم على حسن تعاملك مع زوجتك وهذه القيم التي نريدها. الله أصل الباب ده ما يفتحش إلا إذا أنا فتحته. عمرك شفت غباء بالشكل ده؟ عمرك يا عم عديها يا رجل مشيها سبحان الله. إذا جدك الكذب يعني اعتبرها أن والله إحنا نعمل كده في الإسلام أبدا. هو يعني تمرد على حسن الخلق سبحان الله. عمرك شفته متمرد على حسن الخلق؟ فهذا غباء سبحان الله. فالمحبة شيء طيب سبحان الله العظيم. يعني أنا أقول بما أننا تكلمنا عن المحبة، من منكم اليوم سوف يعود بقية رمضان وعندما تجهز الزوجة طعام الإفطار لنا ويقوم أمام الأولاد والبنات ويقبل يد الزوجة التي قدمت له الطعام، أول يوم هي تضع يدها على جبهات تشوف الحرارة وصلت لغاية كام، احتمال يعاني من حمى شديدة، حمى البحر الأبيض المتوسط ولا حمى بحر الشمال سبحانه. لماذا لا نشكر من أجر الله النعمة على يديه؟ إيه اللي ينقصك في هذا الأمر؟ كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يشرب من المكان الذي تشرب منه عائشة، وإذا قطمت من حبة فاكهة أكل من المكان. ولا انت اكلت من دي؟ لا اله الا الله يعني سبحان الله، هي فيها الايدز ولا فيها ايه يا رجل يا طيب؟ ميكروبات؟ لا حول ولا، يا اخي تودد اعمل رصيد. لا اله الا الله.